خاصة السكان تاهم ما اول ما اتصلوا بنا الاخوان هادو يعني ما كذبش عليك درفات الدموع من العيان ديالنا، لقينا بان هذا السيد هذا يستاهل كل خير واللي غيكافئوا اكثر 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 هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمنع بان تكون نداء القلوب الرحيمه من منبر ديال الانفاس يعني اللي معروف عليه بان يتبع هموم المغاربه وخصوصا مدينه الدار البيضاء باش يحاولوا الا شي واحد بغى يدير شي صدقه جاريه راه ديزا فهاد السيد هذا لانه محكوم حاليا بالافراق، عنده 4 وليدات بنيات سيرتو انهم بنيات، الزوج ديالك تيعطل على العمل، هو يتقاضى عنده رهيمات عديده في هذه الزنقه هذه لان الحركه فيها شويه قليله، الاغلبيه هنا السكان، والغريب في الامر العنوان العريض ديال هاد النازله هو انا ما تتخلصينيش ورجعت لك فلوسك، هاد السيده هادي رجع لها فلوسها، السيده ما تتخلصوش، غريب هاد الامر هذا، هادي ضربه في الضمير ديال الناس اللي ما تيخلصوش هاد النوع من هاد الحراس، هذا ما تيعنيش بان كاين كاع الحراس خايبين، فعلا كاين حرب ضروس ضد بعض المنجلات الصفرين، فعلا كاينين الناس مستفزين بعض، ولكن كاينين ولاد الناس بحال هاد العينه هادي هاد التمغربيت تنحيوه بهاد، انا ما عندي ما غادي نقول، انا تنهضر معاك والحميق قشعر انه باش تلقى واحد المبلغ مالي حتى القيمه ديالو ما قدرش يقولها، لان تعرف الطبقه هادي حنا ديالنا كاملين ما تنفوتوش واحد المبلغ معين، ما تفوت لنا غير 20 مليون تندوخو، يعني تنقول لي شنو القيمه تيقول بزاف ديال الفلوس، يعني بين من السكن وبين العمل ديال هاد السيده هادي يعني غتكون مجوهرات باهظه الثمن وفلوس، وتنهنئوها بعدا كاين انا بعدا كنهنئ من هاد المنبر بانك تلاقيتي مع ود الناس هذا واخا ما كاينش تخلصيه، يعني الخلاص هو غير رمزي حيت جوج دراهم من بناتو هو رجع لك ما عملاش هاد الفلوس لوليداتك انت، ويجب اعاده النظر في هاد الناس هادو خصوصا المسؤولين كما تعرفوا بان هذا رئيس مقاطعه المعارف ومجلس المدينه يرفض رفضا تاما تجديد الرخص لهاد الناس هادو، كما تعرفوا بانه هو الزي ديالو العنوان ديالو لاكارت ناسيونال ديالو انسان معروف، اتقوا الله اتقوا الله راه ماشي كلشي خايب لكن ولاد الناس وعرفوا من الموت كاينه، راه ما تبقاش ديما رئيس مقاطعه ولا تبقى رئيس مجلس المدينه ولا تبقى ديوالي ولا تبقى ديما رئيس عماله ولا تبقى ديما رئيس شي حاجه، لكن في الاخر كاينه روض الرحمه، انسان يقلب شنو غيلقى قدام الله، ونتمنى خير توصل هذا الميساج للقلوب الرحيمه، لان هذه البلاد هذه فيها ولاد الناس، هذه البلاد ما عندنا لا بترول لا ولا عندنا العنصر البشري عندنا ولاد الناس، باقي المغاربه فيهم خير وخيرهم كبير، وهذا ما وهذه عينه من المغاربه، هادو مغاربه نيت هادو مغاربه ديك ليسيون ديال المغربي، الماروكان فعلا مغربي، العفاف والغنى عن الناس وهذا السيد هذا ماشي داك النوع يعني مستوى دراسي بكالوريا عنده حرفه التاج هاد الحراسه هادي باش ما يمشي يدير باش يمشي المخدرات باش يمشيش بزاف الحوايج، تنحييه من هاد المنبر هذا وتحيه المنبر ديال الانفاس ونداء القلوب الرحيمه، الله يجازيكم بخير.